برضو اجي لك يا ابو حميد، يمكن اكيد انت ليك مثل اعلى. مثل اعلى كمين؟ كابتن وليد وصفي طبعا. مش عشان قاعد. بص يا ابني انت كده ما شاء الله عليك طريقك سالك. ساسي يا ابني باذن الله. انت طريقك سالك كده وان شاء الله. طيب مين بعد كابتن وليد؟ كابتن وليد عز برضو. انت حضرته وهو بيلعب كده ولا يعني في الاخر شفت؟ شفت وشفته وهو بيلعب. طيب قول لي يعني، هل بتفكر مثلا تطلع جامعه بره؟ لان انا اعرف الووتر بولو ممكن يطلع جامعه، بتفكر في ده ولا ده مش وارد؟ هو طبعا نفسي لو جت الفرصه هدوس فيها ان شاء الله. عندكم بطولات مع المنتخبات يا ابو حميد جايه؟ يعني عندكم افريقيا، عندكم في كاس عالم بس 2001 تقريبا. دول اللي هم اكبر منكم. اللي اكبر بسنتين. ده كاس عالم احنا بتاهلنا له ولا هو كان يعني نتيجه بطوله افريقيا تاهل؟ طب وانتم مالكوش اشتراكات على مستواكم افريقيا؟ لا 2003 من سنه او من سنتين لعبنا بطوله افريقيا هنا في مصر وكسبنا 2003. طلعتوا كاس عالم ولا ما كانتش مؤهله؟ لا ما كانتش مؤهله، كانت هنا عادي. فاخذنا اول و2003. طب هل عندكم لعيبه برضو يا ابو حميد راحوا جامعات؟ هل في لعيبه انت اكبر منك بسن قريب قريبين من سنك راحوا جامعات ولا احترفوا بره ولا ده؟ في ناس في ناس في الكبار راحوا. واحد من الجزيره اسمه بركات دلوقتي بره ما شاء الله عليه، جامعة وعامل مستوى كويس. ما شاء الله. طب انت يعني برضه خلينا نقول ان انت اكيد بتروح ماتشات الدرجه الاولى واكيد بتتفرج على اللاعبين وبتاع، مين في الدرجه الاولى بقى برضه شايفه مثلك الاعلى؟ في كابتن كريم جمال ده بحبه. نفس مركزك؟ ده فرق السن كبير بينكم وبين بعض؟ كام سنه تقريبا؟ 10 اكتر. لا هو 93 وانت 2003. يعني 10 سنين. انا بقول ايه ممكن يلحقوا يعني. لا بس هو يعني الاجيال دي مش زينا كابتن هيثم. طب يعني احنا كنا من 15 سنه بندوس هتلاقي بنحضر. يعني انا حضرت اجيال اكبر مني ب 15 سنه وحضرت لعبت وبتاع. طب كابتن يعني احنا طبعا عايزين الوقت يطول ولكن يعني وقت البرنامج ازف، سريعا طموحاتك ايه؟ والله طموحاتي ان نواه المجموعه اللي موجوده اللي هي 2001 و2 و3 يبقى هم دول نواه الفيرست تيم، تستمر ويبقى هم نواه الفيرست تيم، لان هو ده هيبقى الجيل. لان انا يعتبر بطل 2001 و2002 و2003 ان شاء الله، دول لو يبقى حافظنا عليهم ان شاء الله. يبقى هم دول يكسبوا. شغلك ايه بعد الجوله؟ طموحاتك سريعا يا ابو حميد. نكسب 2001 ان شاء الله و2002 و2003 واطلع كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو حميد ربنا يحقق لك. طبعا احمد ياسر عبد العزيز لاعب الفريق 2003 بشكرك، نورتينا وشرفتينا واتمنى لك كل التوفيق. كابتن وليد وصفي رئيس قطاع الناشئين او مدير قطاع الناشئين ومدير فني 2003 بشكرك، نورتني وشرفتني. احنا بنتشرف بيك دايما يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، ده انت منور المثل وقدوه طول عمرك. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر والف يوم مبروك. الله يكرمك.